ما يخالف يا ولدي، ما يخالف، خلو يقول اللي وده يقوله، لكن انت لزوم ما فتحت اثمك بكلمة. شلون ما افتح اثمي بكلمة؟ وهو ما ظل عليه غير يهد الخربوش على راسي ويقول لي ارحل انت وامك. ما يقدر يا ولدي، ولا يسترجي بعد. يمه، أنا خايف سالفتنا كلها تنكشف. اسكت، اسكت، اسكت. كان ودك سالفتنا تظل ماشية، لزوم تسمع كل كلمة أقولها إلك. والحين ما تحكي ولا كلمة واحدة مع وضاح، أنا اللي ودي أحكي معه. وإن ما خليته يعتذر منك، قول أمي ما قالت. عواف يبا. هلا يبا. شلون عم شيخ غانم الحين؟ الله يكون بعونه. صحيح يبا، لين ما لفى صقر واخوها الليله، باشر من الصبح وده يعود لديرته. ايه يا بنيتي. وليه ما تقنعه؟ يقعد هاني يومين ثلاثه، وباذن الله غير يعاوده. ميت حيله تمنى قناعته يظل الباشر الصبح. الله يكون بعونه على اللي هو بيه. المهم يا بنيتي، وين اخوك؟ اخوي؟ ما ادري عنه، يجوز راح مع صقر. مع صقر؟ قصدي يجوز راح يسأل عن صقر. يسأل من؟ ومن هو اللي عنده علوم عن صقر؟ لا يبا، ما بي حد عنده علوم عن صقر. وضاح طلع على المراعي وقال يجوز صقر يعاود ويكون هو أول واحد يلاقيه. انت تدري انه رفيقه ويعز عليه. وكاد بي براسك سالفة بينك وبين أخوك ومخبينها علي. سالفة ايش يبا؟ الحين يعود أخوك وأعرف منه السالفة، وإن قال غير اللي قلتيه ما تلومي غير حالك، للي ما تعودت أسمع منك هرج ما هو صحيح. انت ودك زبدة الكلام يا ولد الشيخ؟ اي يا خالة، انا ودي زبدة الكلام الصحيح. سمعتي؟ سمعتي يما ويش يقول؟ اي يا خالة، انا ودي زبدة الكلام الصحيح. ما يخالف يا ولدي، ما يخالف. الشيخ يحق له يقول لكل واحد كذاب، حتى لو قال لحرمة قد امه. بس انا ما قصدت اقول انك كذابة يا خالة. لعاد وايش معنى زبدة الكلام الصحيح؟ ها؟ اسكت يا ولدي، اسكت. شلون ترفع صوتك على ضيفك اللي ببيتك؟ حتى لو قصدت يا ولد الشيخ تقول للحرمة اللي قد امك كذابة، يحق لك. لانكو اكرمتونا، انطيتونا بيت وفراش ودلالق هوا وسكر ورز، خيركو غطانا من رجلينا لروسنا. هذا واجب علينا نكرم ضيوفنا. قصدك انت تكرم ضيفك، وهذا واجبك. هذا واجب الجميع، واجب كل واحد بالديره، اولهم ابويا الشيخ. وابوك الشيخ هو اللي قال لك تسوي هيك؟ هو اللي قال لك تقول لحرمه قد امك كذابه؟ هو اللي قال لك تسمع اولادي كلام لاجل تخلو يرحل عن الديره؟ ما ظنيت ان ابوك الشيخ يدري عنك، لانه لو يدري وعنده علم كان قلت يا خسارة الخسارة عليك من ديرة، يا خسارة الخسارة عليك من ديرة. اكذب يا ولد الشيخ، خذ دلالكو. ما صارت ولا عمرها تصير انكو تنطونا الكيف وتذلونا بكلام يجرح مثل حد السيف. اكذب. ملعون انه عقلك يساوي ثقلك وملات هالبيت ذهب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تعال اقعد جنبي. بالاول ودي اشرب مية يبا. بالاول قل لي وين كنت؟ اقعد وجاوبني.
كنت عند مطلق يبا. وليه رحت له؟ رحت له لاجل سالفة صقر يبا. صقر؟ صقر لفه؟ لا ما لفه، أنا رحت أسأل عنه. وهو ويش دراه؟ من وين له علوم؟ ما هو مثله مثلنا. أدري يبا هذا الشيء. وما زال تدري ليه رحت له؟ علمني صحيح، وين كنت وليه؟ أنا أقول لك ليه يا عم الشيخ. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شلونك يا عمي؟ خير يا ولدي. شلونك أنت وشلون أمك؟ الحمد لله بخير. الصحيح عم الشيخ وافي ما يقصر معانا بشيء، ولا ولده وضاح، وجيته علينا قبل شوي ما كانت غير للخير. شلون عاد؟ شلون عاد؟ هاي ودها يوم بطوله ونمدح. بالأول ود امدح ولدك، الصحيح انك خلفت رجل نشمي يا عم الشيخ. ما ودي تمدحه، ودي تقول لي ليه لف عندك. عاد انا ما اقدر اقول، يجوز ولدك ما يحب، لانه اذكر اني سمعته يقول وش فايدة الخير لان كان من وراه طمع. مو هيك يا ولد الشيخ؟ اي هيك. حافظ على بروتي حتى في الدورة Always Cool and Dry الجديدة، بسطح Cool Dry الثوري اللي يمتص السائل بثواني ويبعد حرارته عن جسمك، وكمان بانتعاش الألوفيرا. الحين أحافظ على بروتي مهما كان. جديد Always Cool and Dry. في حياتي أبداً ما أكسى على بشرتي، أنا أختار Venus Comfort Glide مع شرائط الجل المرنة والشفرات المطورة بلمسة الزيوت النباتية اللي تترك بشرتي فائقة النعومة من دون أي ألم، من دون مواد كيميائية. والله إن شفت واحد منكم يوطوط هنا أني لا أكسر رأسه. يعني ما تبي تتصالح؟ في شيء اسمه احترام الناس. لا تزعجنا يا أخي. كلام غاية 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 في الإيجابية. عندي كلام، كلام مهم. خروفي خروفي لابس بدلة صوفي. يعطيك العافية، تحياتي. ذكريات طاش، السبت 8:30 مساء على قناة ذكريات. بروتك وروح هات لي زاد وداكل تامر. وانت يدهيش اي خذ حصاني وزقيه تامر. وانت اسمعني زين، الحين ودي افكك، افك ايديك وبالليل لجل تنهزم، وخلي هاي العباء عليك لجل ما يستغش. ودك الصحيح يا اخوي، نوبات اقول هيك ونوبات أقول هيج، نوبات أقول الله لا يقيم عن ظهرك شده يا مطلق، وأقول يستاهل الذبح بعد، ونوبات أقول وكاد إنه ولد عم من جن ويا حوينه على عقلاته، ولزوم إنك يا ولد الشيخ ما أخذته على سواته معك. إيه وسواته معي بعد، خلاني بالنار اللي تكوي جرح قلبي، خلاني بلهايب العشق والهوى من قد موصف لي زين وجمع الفناطح.
الحق عليك انت، ليه تصدقه؟ يعني انت يا عمي من انت مصدق انه بي وحده هزمها فناطح وتحبني؟ معلوم ما صدق، هاي زلت لسان من مطلق، غلطه وغلطها. الغلطه اللي غلطها انه راح ومن غير ما يعلمني عن ديرتها. هذا لا يكل ولا يمل. يلا نسلم عليكم. وين يا طويل العمر؟ ودي اروح البيت اعلم ام عقاب انه وده بات هان، لاجل ما تظلها سهرانه تنتظرني. المهم الحين ودي اياك تقنع دنوش انه ما بي واحد اسمها فناطح لبين معود، تفهم؟ ابشر يا واد الشيخ ابشر. سلام. ابشر ابشر يا ولد الشيخ، ابشر يا ولد الشيخ. شلون تقول له ابشر؟ اسمع، انا اقول فناطح موجوده وانا احبها واريدها وافديها بروحي وانا متوكد انها موجوده، شلون تقول له ابشر؟ من الحلق فوق، من الحلق فوق يا اخوي دنوش. انا بعد مثلك مقتنع انه فناطح زينها ما ينوصف. انا كنت ودي اقول لك هالشيء بس انا خفت انك ما تصدقني. اي اصدقك اصدقك، بس قول. لا يا اخوي دنوش لا، انا اخاف انك ما تصدقني، بعدين انا اخاف انك تعلم عقاب ولد الشيخ. ايه اقعد اقعد، انا ما اعلم حدا، بس قول اقعد. وكاد غير تصدقني يا دنوش؟ ايه وكاد غير اصدقك، انت بس قول. دنوش؟ ها؟ بيه واحد قبلي قال لك انك هبيلة. ها؟ دنوش! هاي! وين رايح يا دنوش؟ يا دنوش! دنوش! يا دنوش! يا رجل أنا كنت أمزح معك، أنت وين؟ وين ودي يكون راح؟ ها؟ يكون راح للبيوت من درب ثانية وأنا ما شفته. يا دنوش! ها؟ هذا هو هناك. ما سمعتنا يا دنوش؟ انت سمعتك، لكن اللي معك ما ودي اسمعه. الدواش يمزح معك وهذا هو جاي يعتذر لك. بعد ويش يعتذر لي؟ بعد ويش؟ بعد ما قال لي هبيله؟ انا الهبيله يا دنوش، انا الهبيله، انا اخطيت ومنك السماع، وهات راسك جاي خلي احبه. ايه سامحتك المره هذه، لكن مره ثانيه ترى منت رفيقي، ها لا اسرح معك ولا تسرح معي، ما ودي هالرفق اللي بيني وبينك. التوبه اني امزح معك يا دنوش مره ثانيه واقول انك هبيله. إيه. يلا خلنا نعاود. يلا
وش علوم المنيع؟ بخير. صحيتوا الليلة؟ لله ما صحنا. ايه الزوم صحية. هذا نهزة. ايه هدين. علامة. وين المنيع؟ غير المنيع؟ ما تدري. ما تدري يا ورايت ايش؟ ايه والله اي يا عمي صح يا ولدي اي يا عمي عمرو دلال لا يا ولدي لا لو دنك صاحي قال ما قمتني فراشي عاود نام يا ولدي عاود نام شلون انام وانت صاحي وانت قدامك سفر طويل الزوم تنام وترتاح منين تلف الراحه والفكر مشغول شي اهون من شي يا عمي ولن وافق ابوي أروح معك يا عمي وأنا موافق لا تواخذني يا أخوي يا وافي تراني أقلقتكم معي اللي مقلقنا وقالك راحتنا سفرك باكر ولن ودك راحتنا تنتظر لما يلفوا راح الكثير وما ظل غير القليل أنا الحين ما أقدر أقول شيء الصباح رباح ما اريد اوصيك يا وافي بمطلق امه لا يكون لك فكر ويا ليت تسمع كلامي وتخلي وضاح يرافقك لله يا وافي وضاح خلوه عندك انت محتاجه وانا باذن الله ما توخر عليكم ليه يا عمي ليه ما اروح معك وناخذ معنا مطلق امه ليه يا ولدي مطلق طلب من ابوك ياخذ له حقه هان مو هو هناك بس يا عمي يا الامور تبدلت يا ولدي ما زال نقدر نروح ونعاود ليه نبدل ونغير مثل ما ودك يا عمي يلا خاطرك يا وافي بمان الله خاطرك يا وضاح مع السلامة يا عمي خاطرك يبا مع السلامة يا عمي وبمان الله يلا يا عمي السلام عليكم بمان الله مع السلامة تساقط الشعر مشكلة صعبة تحتاج اثنين يحلونها بلسم بانتين 3 منت ملكة لليومي وشامبو بانتين يتفاعلوا سوا ويخلوا تركيبة البرو فيتامين تتضاعف لشعر مرتين أقوى بانتين اللي قوة ما لها ثمن
bitch. I'm Popeye the Sailor, your highness. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. We must be on the moon. باباي يوميا الخامسة مساء على قناة ذكريات. الرصاصة ما جت بالعظم. خاشطيتك خشط يوم يومين ويبرى جرحك. وتحمد ربك اللي نداويك بعد. لزوم نخلى الدود ينخر بيها نخر. لابد ما يلف اليوم اللي تندموا بيه كلكم. وحينها ما ينفعكم الندم. اسكت اسكت لما عص راسك بكعب البارودة. الدلال اللي شفته ما شاف واحد ثاني. يسق الله جاي جريد ونعلمه عن سواتك. حينها نشوف ويش يسوي بيك. عاود لديرته؟ وشلون يعاود؟ وده يروح يشوف ليه ولده صقر معاود ومعه اخوها عقاب. وليه يروحوا؟ ليه مرسلك انت؟ ويكاد ساوى هيج لاجل ينسى السالفة. ويكاد هذه خطة دبروها من الاساس لاجل يضيع حقنا. حقه عند ابوي وبإذن الله ما يضيع حقه. وكلها كم من يوم ويعاودوا. لو وده يعاود كان عاودوا اللي قبله. يلا يما يلا يلا جهزينا الزوادة خلنا نشوف لنا ديرة ثانية. وين ودك يا رجل؟ قلت لك حقه عند أبوي. والشيخ غانم وصى أبوي ووصاني عليكم. وكل هالهرج اللي تقولوه ما له لزوم. وما يصير ترحلوا من هان إلا لما يصلكوا حقه. وكاد يا ولد الشيخ؟ وكاد يا خالة وكاد. وإيش هالحالة هذه؟ أنا لم يتود أظن ننتظر هان. لزوم عاود للديرة. أنا قلبي ما هو مطمن للي قاعد يصير. ولو ما بي شيء كان الشيخ غانم معاود لديرته وجيت وضاح لجل يطمنا. ما هي لسواد عيوننا. وشلون ودنا نتوكد يا ولدي؟ بالأول لزومة توكد أمن الشيخ وافي ولابد مصل مساعد وشوف ويش هي العلوم عنده. لا إيه الزوم صار مساعد بسرع وقت قبل ما يصل الشيخ غانم. أخاف مساعد يقل عقله ويقتله. لا لا يا ولدي لا تروح خلك قاعد هان. ليه؟ تخاف الشيخ غانم يصدف مساعد قبل ما تصله أنت. ومثل ما قلت مساعد يقتل الشيخ غانم وحينها يتهموك أنت. ما هو يمه لن صار ومساعد ساواها حنا اللي نقع بيها. ولن صار هالشي منو اللي وده يعرف انه مساعد هو اللي قتله؟ قولك يمه. اي يا ولدي وحينها تعلق عن صحيح بين عقاب وبين صقر لانه صقر غير يحط اللوم على عقاب بل اللي صار لابوه. وحينها هم يعلقوا ببعض وحنا نتفرج. يا من درى يا من دراه يا رب يصير هيج واخلص من عقاب اللي مثل الهم على قلبي.
خلي حالي. سعيفان أنا لزوم الهزم قبل ما يعود شريد. اللي أقدر عليها سويه والسالفة وده صبر. لا يا سويلم، السالفة وده شجاعة منك. يصير خير، يصير خير. ها، وإيش كان يقولك ضيفنا يا خليف؟ قال وده نطلق زبيله، لأنه وكاد ما طلقناه غير هلو يدوروا عليه ويلقوه وحينها يذبحونا. ول 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 هذه نبرته اكبر منه. وش رايك يا اخوي شايح نروح نطلب منه السماح؟ ودك شيء ثاني؟ ليه؟ انت وين وديك تروحي؟ ودي اصل الشيخ وافي اشوف وش هي العلوم. العادة اكل والحقك. لا يا ولدي، انت خلك هان، الزوم تكون هان بكل وقت لحين ما يعاود مساعد، فاهم؟ زين، لكن لا توخري. شايح خير؟ روح هات للمنيع زاد. ما وده ياكل. شلون ما وده ياكل؟ لزوم ياكل غصب عنه، مو بكيفه. روح هات له زاد، روح. تامر. ادهش. يا خير. وش رايك تروح ترتاح وتنام لك شوية، لاجل تظلك بالليل صاحي. بلعون انك جبتها. هات باروتك. اسمع. اي. ترى ما تعتمد كثير على شايح. شفت هذيك الليلة شلون انهزم؟ لأنه لو انهزم مرتين ثانية اجريد يحط الحق عليك، ما هو على شايح. زين زين، أبس عاد ودي إياك تقول لجريد هذا الكلام ويزود نصيب شوية. هذا الشيء بفكري من غير ما تقول. والحين روح ارتاح، روح. زين زين. اقعدها. الليلة لا تنام. المهم ان ننهزم
قبل ما يعود جريد. الليلة أحاول كل جهدي، وإن انهزمت وصلت ديرتك سالم غانم ودي منك طلب، إنك أنت وأخوك عقاب تقنعوا أبوكو إنه ما يعارض على رجوعي للديرة. ما ظنيت إن أبوي يوافق. عيشتي هان، ما عليها حسيفة، ألزوم أعود للديرة بيات طريقة حتى لو شهر زمان، وإن ما قدرت أخلي مطلق ودواج يعترفوا بالحقيقة أعاود لهان. لو هدهم يعترفوا بالحقيقة كان اعترفوا من زمان. شلون ودك إياهم الحين يعترفوا؟ شلون ودك إياهم يعترفوا إنهم هم اللي نهبوا الحلال وسرقوه؟ هذه تخلي لسانهم ينطق ويحكي. أنت بس وعدني إنك أنت وأخوك توقفوا بجالي. حنا بوقتها كنا بجالك ومصدقينك، لكن كل اللي صار يقول إنك أنت اللي سويت كل شيء، وإن مطلق ودواش بريين من السالفة، وأبوي الحين ما يقدر يغير ويبدل على كيفه حتى لو ظهرت الحقيقة. وهي وين الحقيقة يا سويلم؟ اظهرها وأبوي يصدقك. وأنا أريد أقول لك يا سويلم، إذا اللي خلاني بهالحالة وصلني هالمواصيل سوايا مطلق وفعايله، لعالم الله لوين وصلت الأمور وإيش اللي صار الحين بين أبوي وعقاب. يعني ودك تقول أنه مطلق بعده لا غير ولا بدل؟ ذيل الكلب يظله أعوج. وأنا وعدك يا سويلم وعد رجال، إن صار اللي تمناه ويطلع مطلق كاذب غير ترجع معي للديرة معزز مكرم، لأنه إن كان كاذب ودي يكون كاذب على الجميع بسالفتك. يا ريت يا ريت ويا من ترى. علامك يا سويلم، أنت ما سمعتني وإيش قلت لك؟ إيه بالله سمعت. لعد ليه بعدك هان؟ ما هي زينة بحقي. ولا هي زينة بحقي أظل تايه، وما هي زينة بحقي أظل أقول وعيد وما أسمع جواب منك. أنا وش بي من الشينات يا كماي؟ صدقيني ما بيه رجال بكل الديرة يعزج ويعرف قيمتك أكثر مني. تسلم يا سويلم، وإن تعزني صحيح روح الحيل ودور نصيبك عند غيري يا سويلم. ليه يا كمال؟ ليه؟ ليه؟ جريد؟ وش اللي تسويه الخسيس؟ ليه؟ ليه يا جريد؟ ليه ما انت مصدقني؟ وشلون اصدقك واكذب شوف عيوني؟ يا رجل يا رجل، هذه خطه مني، اتمنى تقرب له واعرف وش اسمه ومن اياه الديره، وتالي الخطه تخليه ينهزم، وكاد انت اللي خليته ينهزم النوبه اللي فاتت. لا يا جريت لا، انا ما علمتك كل اللي صار لاجل تتهمني بكل شيء. تعلمت لاجل تبعد التهمه عن حالك. زين زين يا جريت، باكر ما قريت وقلت انه راي خليف هو الصواب ما اكون ولد ابوي. لله انا مقنع من هذا الكلام، ولزوم أعرف وإيش اللي تعرفه عن منيعنا وتعلمني بيه، وإن ما علمتني بيه من هان الباشر ترى أذبحك أنت وياه، وما عندي غير هذا الكلام. فكر زين يا خليف، فكر زين. وين اللي وداك ما جابك؟ ويا ريت رحت جابت نتيجة. يعني ما سمعتي شيء يسر خاطرك؟ ولا سمعت شيء بعد يخبث خاطري. وما سألوك عني؟ سألوا وعلمتهم انك زعلان، قلت اقول هيك لجل اجر لسانهم، والكل هالكل قاعد يتعذر عن الشيخ غانم. المهم تطمن انه ما بي سالفه هيك ولا هيك من رجعته لديرته. ايه وضاح وايش قال؟ وايش وده يقول وابو مجود؟ مطلق يا مطلق،
يا مطلق فوت فوت يا اخوي. ايه وش هالدم؟ ويلي وش اللي سوى بيك هيك يا ولدي؟